في اللوحة اللي هي الرئيسية العلمين باتل، معركة العلمين from 23 أكتوبر to 5 نوفمبر 1942، يعني اللي هي طبعا الحرب من 3، يعني المعركة دي كانت من 23 أكتوبر ل 5 نوفمبر سنة 42. الطيارة اللي شكلها عجيب دي، طبعا الناس واقفة لسه بتصور عندها، ف نستنى بس لما يخلص تصوير بعد كده نشوف المعلومات اللي مكتوبة عنها. الخدمة سنة 39، لكن هذا الطراز شارك مع القوات الجوية للصحراء الخاصة بالحلفاء من سنة 41 حتى سنة 43 بشمال أفريقيا. وتم اكتشاف الطائرة دي في الصحراء الغربية في مصر بواسطة شركة بترول في مايو سنة 2012، دي حديثة، يعني اكتشافها تم اكتشافها حديثا بمكان غير مأهول بالسكان في صحراء الوادي الجديد، وكان ذلك سبب تأخر اكتشاف الطائرة حوالي 70 سنة من تحطمها. يعتقد أن الطائرة تحطمت سنة 42. نجحت ورش القوات الجوية المصرية في إعادة الطائرة إلى حالتها الأصلية قبل التحطم، وبعض مكونات الطائرة معروضة بالمتحف، منها خزانات الوقود وجهاز الاتصال والمدافع رشاشة ومحرك الطائرة. صادف عرض الطائرة بالمتحف مرور 75 عام على ذكرى معركة العالمية الثانية وانتهاء أعمال تطوير متحف العالمين العسكري سنة 2017. احنا كده خلصنا المتحف اللي هو يعني اللي بره، هندخل بقى المبنى اللي جوه ونشوف فيه ايه، وده برضه هصور لكم فيديو تاني ليه.